السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم مناسبة خاصة ووصفة خاصة، كنشارك معكم حلوى ملكية بحشوة الفرومبواز وموس فاني، حضرتها لعيد ميلاد بنت خويا. انا بسطت لكم الوصفة باش اي واحد يقدر يحضرها في البيت ديالو. باي باي باتيسري. في هذا الفيديو غنشارك معكم المقادير والتقنيات كاملة باش تنجح معكم هذه الحلوى. غادي نديرو جينواز ديال الشوكولات. الجينواز ديالنا غنحتاجو 4 البيضات، 120 غرام ديال السنيدة، 90 غرام ديال الدقيق، و 30 غرام ديال الشوكولا أمير. غادي نحاولوا نطربوا هاد البيضات مزيان حتى يبداو يطلعوا، عاد غنزيدوا السكر. كنلاحظوا هنا البيض بدا كيطلع، دابا غنبداو نزيدوا السكر شويه بشويه. غناخدو 90 غرام ديال الدقيق، غنحاولو نغربلوها مع 30 غرام ديال الكاكاو. غنخلطوا الدقيق مع الكاكاو، كنلاحظوا البيض دابا طلع مزيان. غادي ناخذوا الدقيق وكاكاو اللي خلطنا وغادي نبداو نزيدو بشويه بشويه. كنحركو من لتحت للفوق. غنزيد هاد الدفعة الأخيرة
خلطنا مزيان دابا البيض مع الدقيق وكاكاو، دابا غنديروه في اللاطه وندخلوه للفران. خديت دابا اللاطه ودرت فوق منها بابي ميسون، غنحاول نلصقو هنا بالزبده غير باش ما يتحركش ليا ملي نكون نخوي في لا جينواز. دابا غنفرغ فيه لاجينواز ديالنا، ناخذ لاجينواز ديالنا وغادي نحاول نخويها في البلاك. غناخد سباتول غنحاول نقاد بها هاد العجينة ديالنا. كناخدو اللاطا ديالنا كنحطوها بحال هكدا مع بلون طرافي باش كيخرجو منها دوك الفقاعات ديال الهواء. انا الكروسيون باش نديرو في لا جينواز غادي خديت هنايا شويه الكركاع وشويه اللوز قطعتهم طريفات وغادي نحاول نديرهم هنا فوق من لاباط. دابا الفران شاعل على 120 درجة، أنا غندخل ليه لابلاك ونقسمنا نخليها غير 180 باش طيب على خاطره. لاجينواز ديالنا هي طابت كتخرج هي هشيشة، الطبقة المقرمشة منها فيها. دابا غنخليها تبرد عاد غنحيدها من هاد الكار باش نقادو لانسيغ ديال الفرومبواز. عندي هنا ربعة الوراق ديال الجيلاتين درتهم في هاد الزلافة فيها الما بارد من التلاجة. وهنايا ما لقيتش الفرومبواز، انا خديت الكولي دو فرومبواز واجد. عندي هنا تقريبا واحد 500 غرام ديال الكولي دو فرومبواز.
غندير هاد الكوليت فرامبواز فوق العافيه باش يسخن، عاد نزيد عليه لا جيلاتين. كوليت فرامبواز هو هذا، بعد ما طلعت فيه الغليه انا غناخذ الوراق الجيلاتين وغادي نعصرهم مزيان. وغنديرهم مع هاد الكولي وغنحاول نحركهم باش يدوب. انا خديت هنا اطار غلفته بالسولوفان ودرت الالومنيوم ودرته في هاد فوق هاد السيبور قاصح. دابا غناخد هاد الكولي وغادي نفرغو فيه. غادي ندخلو الكونجيلاتور. دابا غنتقلو باش نقادو لاموس على فاني. عندي هنا 4 ديال البيضات، صفر البيض. عندي هنا 60 غرام ديال السنيدة، جوج ديال الفاني، وعندي هنا 250 غرام ديال لا كريم فريش. عندي هنا 300 غرام ديال لا كريم فريش غنديرها في الكونجيلاتور حتى نحتاج ليها من بعد. غناخد هاد 250 غرام ديال لا كريم فريش غادي نديرها فوق النار باش تسخن واحد شويه. نسيت ما درتش وراق الجيلاتين. انا دابا خديت الماء بارد هنا غادي ندير ثلاثه وراق ديال الجيلاتين. غنديرهم يفزاقوا في الماء وغنشيل لا كريم فريش نديرها فوق البوطه. درت الكريمه تسخن فوق النار. غناخد دابا هاد لي ساشي ديال فاني مع السكر وغادي نطربهم مع البيض. طربت مزيان، صفرت البيض مع السكر. دابا غنمشي نجيب لا كريم فريش. لا كريم فريش هي بدات كطلع فيها الغليه، انا غنطفي عليها. خدينا هنايا البيض والسكر طربناه مزيان. دابا غنبداو نزيدو عليه لا كريم فريش اللي غلات بشويه بشويه ونطربو. غنرجعو هاد الخليط في كاسرونه وغادي نعاودو نرجعو فوق النار. بدات فوق النار وغنستمر في الخلط حتى تبدا تعقد عندنا هاد الكريمه.
الخليط ديالنا ها هو بدا تيغلي، كنجربو بحال هكذا. ملي المعلقه كتخرج خطوطه جوج ما كيتلاصقوش، انا طفيت عليه دابا كنعرفو بانه وجد. ناخذو ورق جيلاتين عصرتهم مزيان، وغادي نخلطهم مع هاد لا كريم انغليز حتى يذوب. ورق الجيلاتين هما دابا مع لا كريم انغليز، دابا غنخليهم على جنب حتى يبردوا. لا كريم انغليز ديالنا ها هي بردت، دابا غناخذوا لا كريم فريش نطلعوها شانتي ونزيدوها عليها. لا كريم فريش ها هي ديالنا بارده، دابا غناخذوها وغادي نطلعوها. كريم شانتي ها هي ديالنا طلعت، ما كنطلعهاش بزاف. دابا غناخذوها ونخلطوها مع لا كريم انغليز. كناخذو بشويه بشويه وكنخلطو، ناخذو واحد الجزء ونخلطو، غناخذوا هذا الجزء اللي غنرجعوه على ما تبقى من لا كريم فريش. دابا لاموس ديالنا ها هي واجده. دابا غنضوف في المونتاج. خديت هنايا كادر ودرت فيه بابي سولوفان لتحت، غادي ندير الكريمه النص ديالها هو الاول، غنحاول نقادها. دابا غناخدو هاد المسار ديال الفونجور، وغادي نوضعو هنا الوسط. غناخذ الكريمه المتبقيه
وغادي نسرحها فوق هاد العسل. غنحاول نقاد هاد السطح ديت لا جينواز نزلتها بهذه الطريقه كنورك عليها هكذا باش تقاد مع لاكريم. دابا غناخدها وندخلها للكونجيلاتور. درنا الحلوة ديالنا في الكونجيلاتور ودابا غنتقلو باش نصوبو الكلاصاج. الكلاصاج خصنا 100 غرام ديال الماء، 100 غرام ديال الكريمة السائلة، 200 غرام ديال السنيدة، 150 غرام ديال الشوكولا، وثلاثة ديال الوراق جيلاتين وملون. غناخدو وراق جيلاتين غادي نديروهم في الماء بارد باش يرطابو. خديت هنا كاسرونه غندير فيها 100 غرام ديال الماء مع 200 غرام ديال السنيده، وغنديرهم فوق البوطه باش يذوب هاد السكر. خدينا هنا الماء والسنيده غادي نحركهم قبل ما نشعل عليهم العافيه. دابا غنشعل عليهم العافيه. درت العافيه مهيله وانا كنحرك مزيان في هاد السكر وفي الماء. السكر ها هو دار، نتسنى حتى يبدا يدير واحد الفقاعات عاد غنطفي عليه. هانتوما غتشوفوا معايا كتشوفوا ها ولات كتكون واحد الروة، واحد الفقاعات. نحط شوية وغنطفي عليه. أنا في هاد اللحظة غنطفي على السير خارج النار. أنا غنوضع 100 غرام ديال الكريمة وغادي نحرك مزيان.
غتنسجم الكريمه مع هذا السيروم. غناخد 3 اوراق الجيلاتين اللي ذوبنا، غنعصرهم مزيان وغادي نضعهم في هذا الخليط ونحرك باش يذوب. غناخد هنا 150 غرام ديال الشوكولاط. انا درت شوكولا غيش، ولكن تقدر دير اي نوع ديال الشوكولاط. نخليها شويه ونحرك. غناخد هنا نص معلقه ديال الملون، غنشوف على حساب اللون اللي بغيت انا. الخليط ديالنا كنشوف هنا معطانيش اللون كيف بغيت، عطاني الغوز. انا بغيتو شويه يكون مغلوق، غنزيد فيه واحد القدر ديال الملون وغادي نضربو بالميكس بالبراميكسور باش يتخلط مزيان. دابا هو تخلط مزيان، غنصفيه في شي كاس اخر. خديت هنا هاد الكاس ديال الدجاج، غادي نصفي الكلاصاج ديالنا باش نحيد منه كاع الشوائب. غناخد البلاستيك الغذائي وغنديرو ملامس مع السطح ديال هاد الكلاصاج باش ما تكونش لينا القشره فوق منه. وغادي نغطيه ونديرو في الثلاجه حتى الصباح. الكلاصاج ديالنا من بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه تيكون بهذه الطريقه. دابا غناخذو غنديرو في حمام مائي باش ندوب. كيف كتشوفوا الكلاصاج ديالنا هو داب. دابا غنخرجوا الحلوه ديالنا من الكونجيلاتور. الحلوه ديالنا خرجتها من الكونجيلاتور، دابا غنحاول نديمو ليها
ديالنا خرجت بهذه الطريقه. دابا غندوزو للكلاصاج. كناخذو الكلاصاج كنفرغو على الحلوه من الفوق، كنكب شويه بشويه حتى كنكمل الوجه ديالها كامل. ناخذ بالمعلقه هذاك الكلاصاج اللي نزل في البلاطو وكنفرغوه بشويه بشويه على البلايص اللي باقي ما تغطاوش مزيان حتى نكمل الكاطو كامل. ملي كنكملوا هاد الطبقه كندخلوا الكاطو ديالنا للثلاجه باش الكلاصاج يجمد وما يبقاش سائل. الحلوه ديالنا كتجي بهذا الشكل. انا درت ليها تزيين بسيط وكيبقى لكل واحد عنده القدره انه يزين بالشكل اللي بغى. كيف كتشوفوا الطبقات جاوا باينين، عندنا الفرومبواز مع لاموس فاني، والمزيج بين هاد النكهات جا لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه لانها فعلا كتستحق. فرجه ممتعه، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.